الأخت عائشة تسأل عن حكم الخروج قبل انقضاء وقت الدوام، يعني هي بتطلع من الخدمة قبل أن ينتهي وقت الدوام، من وقع عقدا مع جهة العمل على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، فلا يجوز له أن يخرج في هذا الوقت بحجة أني كملت العمل أو ما عنديش ما نخدم، بل يجب عليه أن يبقى في مكان العمل وليكمل ساعات الدوام التي تعاقد عليها مع جهة العمل، ولو لم يكن لديه أي عمل يجلس في العمل، لأن الوقت ليس ملكا له بل هو ملك للجهة التي تعاقدت معه، فيجب عليه أن يبقى ولا يجوز له أن يخرج، بل نص الفقهاء على أنه لو خرج ثم عمل أي شيء فاكتسب أجرة فإن الأجرة لجهة العمل التي تملك الوقت، فلا يجوز الخروج من العمل قبل انقضاء ساعات الدوام، ومن يفعل ذلك فهو آثم ويأكل مالا حراما والعياذ بالله، ولا يعفيه غش المدير وكونه يعطي الإذن فيقول اذهبوا وليس لديكم أي شيء لخدمته، هذا المدير نفسه غاش والذي يخرج أيضا غاش والعياذ بالله، من تعاقد على ساعات دوام فيجب عليه أن يكملها، أما من تعاقد على إكمال عمل معين فإذا أكمل عمله فليذهب.